الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري، للدكتور نجم الأحمد. الوحدة التعليمية السادسة، الدرس الأول، بعنوان أصول المحاكمات الإدارية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات 124 حتى الصفحة 137. موضوع المحاكمات الإدارية من أدق الموضوعات في القانون الإداري، أولاً لعلاقته الشديدة بأصل الحق المتنازع عليه، وثانياً لصعوبته في الدراسة كموضوع. فأما إنه شديد الصلة بأصل الحق، فما رده إلى ما لاعتبارات الفن القانوني بصفة عامة من أهمية أمام القضاء، فقد يكون للفرد حق أو مصلحة مشروعة، ولكنه لا يحسن تقديم أدلته أو عرض موضوعه، فيضيع حقه أو يستحيل عليه عرضه أمام القضاء نتيجة للدفع بعدم القبول. وأما كونه صعب ودقيق، فما رده إلى أن النصوص الموجودة فيه قليلة، وقانون الإجراءات الذي وعد المشرع بإصداره لم يصدر بعد. تتميز الأصول الإدارية بأن القاضي هو الذي يقودها ويوجهها، بينما القاعدة في الأصول المدنية أن الأفراد هم الذي يقودوها، وآية ذلك أن المدعي في الإجراءات الإدارية يستطيع بعد إيداع صحيفة الدعوى في قلم كتاب المحكمة المختصة ألا يقوم بأي إجراء آخر، وتتولى المحكمة مفوض الدولة إتمام كل الإجراءات التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع، وهذا بطبيعة الحال غير ما هو سائد في الأصول المدنية. وللقاضي الإكراه ضرورياً سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وحتى إذا طلب الخصوم ذلك فهو غير ملزم بإجابتهم إلى ما طلبوا إن رأى لذلك محلا. الإجراءات الإدارية تسودها الصبغة الكتابية، فكل ما فيها يجب أن يكون بالكتابة، طلبات الخصوم وحججهم ومستنداتهم وأدلتهم، وكل ما يعرض على القاضي ويكون اعتقاده وقت الحكم يجب أن يكون ثابتا بالكتابة في ملف الدعوة. ويفترض في الأصول الإدارية البساطة في الإجراءات والاقتصاد في النفقات، فأما البساطة في الإجراءات فلعل أكثر ما يساعد عليها أنها موجهة بواسطة القاضي، ومن ثم فهو يسعى إلى ما هو ضروري فقط من إجراءات التحقيق، فضلا عن أنه غير ملزم بتحقيق كل رغبات الخصوم في كل ما يطلبونه. إذا رأى أن تعطيل الفصل في الدعوة بغير مقتضى، هذا إلى جانب أن الإعلان إنما يتم بالطرق الإدارية وبالبريد. وأما الاقتصاد في النفقات فأمر نراه في فرنسا، ذلك أن الرسوم القضائية أمام مجلس الدولة أقل من الرسوم أمام القضاء العادي، فضلا عن أن الطعن بالإلغاء يعفى من دفع الرسوم مقدما، ويعفى صاحبه نهائيا من دفع الرسوم إذا نجح في دعواه، كما أنه يعفى من اللجوء إلى رفع دعواه بواسطة محامي فيعيد طعنه بنفسه إن استطاع. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الإدارية متميزة ومستقلة عن الإجراءات المدنية والتجارية، ولكن مع ذلك فهناك حقيقة قائمة، وهي أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر وأوفر تنظيما في الوقت الذي لا نجد فيه في القانون الإداري تشريعات ما يضارعه في ذلك. لهذا فإن القضاء الإداري يطبق أحكام قانون الأصول المدنية شريطة ألا توجد نصوص صريحة تخالفها في القانون الإداري، وألا تتعارض تلك الأحكام مع تنظيم القضاء الإداري نفسه. فهناك إذن قيد مزدوج على تطبيق أحكام الأصول المدنية في نطاقنا هذا، وبالقدر الذي لا يتعارض أساساً مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة به. وسنعالج الموضوع في أولاً الدعوة الإدارية، ثانياً الإثبات أمام القضاء الإداري. الدعوة الإدارية، أولاً رفع الدعوة. إن النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي معرفة من الذي ينوب عن الإدارة في التقاضي في المنازعات الإدارية. الواقع أن النيابة الأولى المتصورة في هذا الشأن
هي حتماً نيابة قانونية، وقد توجد نيابة اتفاقية، ولكنها تتولد بعد أن يوجد النائب القانوني، لأن الوكيل الاتفاقي كالمحامي مثلاً لا يمكن أن يوجد قبل أن نعرف من الذي سيتعاقد معه كنائب عن الإدارة. فحتى إذا وجدت النيابة الاتفاقية، فهي توجد بعد النيابة القانونية. وبما أن النيابة في هذا الشأن هي في جوهرها نيابة قانونية، فإن الذي يحددها هو القانون نفسه، فالمرجع الأول في هذا الصدد إنما يكون إلى النصوص القانونية وليس إلى المبادئ الفقهية. وتحتل إدارة قضايا الدولة مكانا مهما في المرافعة عن الدولة. وإذا رجعنا إلى النصوص النافذة لوجدنا أن الذي يوقع عن الدولة هم الوزراء كلهم في حدود وزارته، هذا عن الدولة كشخص معنوي. أما الأشخاص المعنوية الأخرى إقليمية كانت كالمحافظات والمدن والقرى، أم مرفقية كالمؤسسات والهيئات العامة، فينوب عنها ممثلها الخاص الذي يتحدد حسب نصوصها، وليس ممثل السلطة المركزية الوزير. والقاعدة العامة أن الدعوى ترفع على الجهة التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية إن كانت تختص بالرقابة على مثل هذا القرار. وإن كان الطعن لا يكون إلا في قرار نهائي، فإذا صدر قرار غير نهائي لأنه يحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى، فإن هذا القرار غير النهائي لا يختصم بمفرده، وإنما بعد صدور القرار بالتصديق وشريطة أن يكون الطعن فيه مع الطعن في هذا القرار الأخير. والأصل أن الدعوة يجب أن يكون موضوعها قرارا واحدا فقط، ولا يكون موضوعها أكثر من قرار، إلا إذا كان يكون موضوعها أكثر من قرار، إلا إذا كان بين القرارات رابطة وثيقة من الاتصال، وتتعلق جميعها بالمركز القانوني نفسه. ولهذا فقد حكم بقبول نفس الدعوة التي توجه ضد قرارين أحدهما كان نتيجة للآخر، كما يفترض أن يرفع الطاعن دعوة بمفرده، ومن ثم فإن الدعوة المرفوعة من عدة أشخاص دفعة واحدة تعد غير مقبولة. وهنالك استثناء يدخل على هذه القاعدة في حالة ما، إذا كان جميع الطاعنين في المركز القانوني نفسه بالنسبة للقرار موضوع الدعوة، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين الذين يطلبون إلغاء نفس القرار الضار بهم، وبالنسبة للمقاولين الذين يطلبون إلغاء القرار الباطل بإرساء العطاء في المناقصة على شخص آخر. وفي حال ما إذا قبل المجلس الدعوة الجماعية من عدة أشخاص، فالدعوة لا يمنع المجلس من المضي في نظرها علّه يجد في طلب الباقين شيئا جديرا بالحماية. وكل دعوة ترفع إلى مجلس الدولة سواء كانت دعوة إلغاء أو دعوة تعويض يجب أن يوقع محام على عريضتها. ثانيا، عريضة الدعوة ومحتوياتها. كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام، ويجب أن تتضمن العريضة عدد البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه، ونتيجة التظلم، وبيانا بالمسندات المؤيدة للطلب، وأن تقرن العريضة بصورة من القرار المطعون فيه، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد من المحكمة على الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات. ألف، أسماء أطراف الخصومة. إن أول ما تشتمل عليه عريضة الدعوة هو أطراف الخصومة، اسم الطالب ولقبه ووظيفته وصفته التي يتقدم بها إلى المجلس كفرد أو كموظف. نظرا لأن طعون الموظفين محددة الموضوع بعكس طعون الأفراد، ثم اسم من يوجه إليهم الطلب وصفاتهم، وهذا يشمل جهة الإدارة التي يختصمها الطالب، واسم ممثلها الوزير أو رئيس الجامعة مثلا، مع بيان إن كانت الخصومة موجهة إليه بصفته أو شخصه، ويجعل لهذه النقطة الأخيرة بعض الأهمية ما يوجد في القانون الإداري من تفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
فالأول يسأل عنه الموظف في ذمته المالية، والثاني تسأل عنه الدولة كقاعدة عامة. ولهذا وجب أن يوضح المدعي طلباته وما إذا كان يريد مساءلة الموظف لخطأ شخصي. ب. موضوع الطلب. يجب أن تضمن العريضة في وضوح موضوع الطلب الذي يرفعه الطاعن إلى مجلس الدولة، ويشتمل الموضوع عادة على وقائع وقانون، فيجب على الطالب أن يلخص الوقائع بوضوح ثم يعرض بعد ذلك لتطبيق القانون عليها، ليخلص من كل ذلك إلى ما يريده من المجلس، الإلغاء أو التعويض أو كليهما معا. جيم. القرار المطعون فيه. يحتم القانون على الطالب أن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه، مما يساعد المحكمة على الإلمام بموضوع الطلب والفصل فيه سريعا. ولكن قد يستحيل على الطالب لسبب أو لآخر أن يحصل على القرار المطعون فيه، وقد يفوته أن يضمن عريضة الدعوى ملخصا لهذا القرار. فما هو الحل في هذه الحالة؟ الراجح أنه إذا اشتملت عريضة الدعوى على موضوع الطلب وكافة البيانات التي تطلبها القانون عدا اقترانها بصورة من القرار موضوع الطعن، فإنه لا يترتب بطلان العريضة في مثل هذه الحالة، وهو ما تواترت عليه أحكام القضاء الإداري. د. أسانيد الطلب. إن موضوع الدعوى وقائع وقانون، وقائع يعرضها الطالب ثم يعرض بعدها للقانون ليخلص من ذلك كله إلى طلباته. هذه الطلبات لابد لها من أسانيد، والأسانيد نفسها عبارة عن وقائع وقانون ومنطق، وبعبارة أخرى هي أسباب قانونية تسندها حجج. ه. حذف العبارات النابية. يجب أن لا تتضمن عريضة الدعوى أي عبارات نابية، لأنه وإن كانت لكل خصم أن يعرض مظلمته على القضاء، إلا أن ذلك يجب أن يكون بأسلوب لبق ولا إسفاف فيه. ومن ثم فإن على الخصوم جميعا سواء وهم يعدون عريضة الدعوى أن يردون على ما جاء فيها في مذكرات دفاعهم، أن يلتزموا العفة في القول والاتزان في النقاش، ولا ينزلقوا إلى الدفاع المبتذل باستعمال العبارات الجارحة والكلمات النابية، وإن فعلوا حق للقاضي أن يحسه أو بناء على طلب الخصم محو هذه العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام. واو. إيداع عريضة الدعوى في ديوان المجلس. إن الدعوى في الواقع لا تعد مرفوعة إلا بإيداع صحيفتها في ديوان المحكمة المختصة، فهذا الإجراء فقط هو الذي يدل على انعقاد الخصومة، أما الإجراءات الأخرى التي تسبق هذا الإيداع فلا تنعقد بها الخصومة. ثالثا، تحضير الدعوة والنظر فيها. أليف. تحضير الدعوة. يبدأ مفوض الدولة بتحضير الدعوة، فيتصل بالجهات الإدارية المختصة للحصول على جميع البيانات والأوراق والمسندات التي تتعلق بالمنازعة الإدارية محل الدعوة. هذه البيانات يشملها بالملف، وعلى الإدارة أن ترسل المفوض ملفا كاملا، وعليها أن تكون أمينة في ذلك. يقوم المفوض بدراسة الملف، فإن وجد جميع العناصر متوفرة لديه قام بوضع تقريره، لكن الملف قلما يحوي كل العناصر، وفي هذه الحالة يستطيع المفوض أن يستدعي ذوي الشأن ليسألهم عن العناصر الناقصة، كما أن له أن يكلف ذوي الشأن بإحضار هذه المستندات أو تقديم بعض المذكرات يوضحون فيها نقاط معينة، والمفوض هو الذي يأذن لرافع الدعوى بأن يرد على مذكرة الإدارة في مدة يحددها له. ب. الطلبات الإضافية وطلبات المدعى عليه. الطلبات الأصلية هي الطلبات المفتتحة للخصومة الإدارية، وهي التي يتقدم بها المدعي في عريضة الدعوى، وهي بذلك تحدد نطاق الخصومة منذ البداية،
هذه الطلبات الأصلية تستند كما قلنا إلى أسباب قانونية تدل عليها حجج منطقية. فهل يستطيع المدعي أن يعدل في طلباته الأولى بطلبات إضافية بالزيادة أو الحذف؟ وهل يستطيع أن يعدل في الأسباب القانونية التي استند عليها إلى أن يصدر الحكم؟ القاعدة المستقرة في القانون الإداري الفرنسي أن فوات ميعاد الطعن يثبت الطلبات ويثبت الأسباب القانونية، فلا يسمح للطاعن بزيادة طلباته وإن كان ممكنا إنقاصها، ولا يسمح له بتعديل الأسباب القانونية وإن كان يسمح له بأن يأتي بما شاء من الحجج الجديدة. وهذا على عكس ما هو متبع في مصر وسوريا، فقاعدة القرار الإداري السابق غير معروفة، ومن ثم فليس هنالك ميعادا قصيرا بالنسبة لغير قضاء الإلغاء، ودعاوى الإلغاء وحدها هي التي تخضع لميعاد قصير، هو ميعاد 60 يوما الذي عرضنا له عند الكلام على شروط القبول. أما في غير قضاء الإلغاء فإن انتقاء الميعاد القصير جعل الحال لدينا في القانون الإداري تحكمه قواعد أصول المحاكمات نفسها تقريبا، إذ يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، ويجوز له أيضا أن يقدم من الطلبات ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. فيجوز في طلبات التسوية أن يضيف المدعي إلى طلباته ما يتحقق له بعد رفع الدعوى من ترفيعات أو أجور أو مكافآت، كما يجوز للمدعي أن يقدم ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. جيم التدخل. التدخل في قانون أصول المحاكمات المدنية نوعان: تدخل اختياري يتم بمحض إرادة الشخص، وتدخل إلزامي يتم بغير إرادة المتدخل بوساطة المحكمة أو الخصوم. والتدخل الاختياري ينقسم بدوره إلى قسمين: تدخل انضمامي ينضم به المتدخل إلى أحد أطراف الخصومة، وتدخل خصامي يخاصمها فيه ويطلب لنفسه دونهما إما موضوع المنازعة ذاتها أو شيئا آخر مرتبطا به. والتدخل الإلزامي يؤخذ به في إطار المنازعات الإدارية، وهو يتم إذا منازعة الإدارية ولكنه لم يختصم فيها، فيجوز في هذه الحالة إدخاله عن غير طريق الخصوم. أما التدخل الاختياري وهو في نطاقنا هذا أهم من التدخل الإلزامي، فيمكن أن يكون في كلا نوعيه الانضمامي والخصامي، ويشترط في التدخل: 1- توافر شرط المصلحة لدى الخصم المتدخل، والمصلحة التي تجيز التدخل يجب أن تكون حقيقية، فالموظف الذي أصدر القرار لا يعترف القضاء بأن له مصلحة في تدخل دفاعا عن القرار، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وبالنسبة للشهود الذين صدر القرار المطعون فيه بناء على شهادتهم. 2- يمكن أن يتم التدخل حتى بعد فوات المواعيد اللازمة لرفع الدعوى الأصلية، ففي دعوى الإلغاء مثلا يتصور أن يكون التدخل الانضمامي بعد فوات ميعاد 60 يوما. 3- يشترط لقبول التدخل الانضمامي أن يكون الطلب الأصلي مقبولا، أما إذا قضي بعدم قبول الطلب الأصلي فأن طلب التدخل يسقط تبعا لذلك، ويسقط التدخل كذلك إذا تنازل المدعي في الدعوى الأصلية عن طلباته. 4- إن التدخل الانضمامي لا يمكن أن يكون للدفاع عن طلبات أكثر من طلبات الخصم الذي حدث الانضمام في جانبه، فإذا كان هذا لجانب الطاعن وكان الطاعن قد طلب إلغاء القرار جزئيا، فالخصم المتدخل لا يمكن أن يطلب الإلغاء الكلي، وإذا أراد ذلك فعليه أن يقدم إلى المجلس طعنا جديدا بالإلغاء في الميعاد المحدد. دال القضاء الخصومة بغير حكم. كل طلب يقدم إلى المحاكم الإدارية لا بد أن يفصل فيه،
ولا يستطيع القاضي أن يمتنع عن ذلك وإلا ارتكب جريمة إنكار العدالة. فإذا كانت هذه القاعدة المسلم بها في القانون المدني أيضا، حيث تقتصر مهمة القاضي على التطبيق أكثر من الإنشاء، فإن من الأولى أن تطبق في القانون الإداري، حيث يعمل القاضي على تطبيق قواعد التشريع وعلى إنشاء القواعد القانونية التي تفوق القواعد التشريعية في الأهمية إن لم تعادلها. ومع التسليم بكل ذلك، فقد تنقضي الدعوة المرفوعة إلى المجلس بغير حكم يفصل في موضوعها، وهذا يكون في حالتين: في حالة تنازل المدعي عن دعوة، وفي حالة تسليم المدعى عليه بطلبات المدعي. 1- تنازل المدعي عن الخصومة. التنازل قد يكون عن الخصومة وقد يكون عن الدعوة بأسرها، والفرق بين الأمرين أن التنازل عن الخصومة إنما يعني فقط التنازل عن صحيفة الدعوة وما تلاها من إجراءات مع الاحتفاظ بالحق موضوع الخصومة، ومن ثم فإن المدعي يحتفظ لنفسه بحق إثارة هذا الموضوع من جديد من خلال دعوة جديدة، وهذا خلافا للتنازل عن الدعوة بأسرها. ولكن يلاحظ أن هذه التفرقة بين الدعوة والخصومة، وإن كانت ذات أثر كبير في القانون الخاص، إلا أنها أقل أثرا في القانون الإداري لوجود مواعيد قصيرة يقفل بعدها كل طعن. فمثلا في قضاء الإلغاء، إذا تنازل المدعي عن الخصومة فهو يتنازل في الواقع عن الدعوة أيضا، لأنه لو أراد أن يرفع دعوة جديدة الواقع عن الدعوة أيضا لأنه لو أراد أن يرفع دعوة جديدة فإن ميعاد 60 يوما يكون قد انقضى، وإن التنازل عن الخصومة ليس من شأنه أن يمد هذا الميعاد أو يفتح ميعادا جديدا. ولكن الحال في دعاوى القضاء الكامل كالتعويض والتسوية يختلف عن ذلك بعض الشيء، نظرا لأن القاعدة العامة في هذه الدعاوى أنها لا تسقط إلا بمضي المدة الطويلة أو على الأقل بالتقادم 50. وبعد صدور الحكم بانقضاء الخصومة يختلف الحال بحسب ما إذا كان التنازل عن الدعوة أو عن الخصومة. في حالة التنازل عن الدعوة يسقط حق المدعي نفسه، فلا يستطيع أن يطالب به مرة أخرى أمام القضاء. أما في حالة التنازل عن الخصومة فإن الذي يسقط هو إجراءات الخصومة نفسها، بدءا من عريضة حقه في رفع دعوة جديدة موضوعها طلباته ذاتها التي كانت محلا لدعواه الأولى، كل ذلك مع مراعاة أن قصر المواعيد في القانون الإداري غالبا ما يجعل التنازل عن الخصومة مشابها تماما للتنازل عن الدعوة. فمثلا في دعوة الإلغاء نجد أن التنازل عن الخصومة بعد فوات ميعاد 60 يوما إنما يعني أن دعوة الإلغاء قد أقفلت نهائيا، ولا يستطيع المدعي فيها أن يعود إلى مناقشة القرار الإداري نفسه في دعوة إلغاء أخرى. وقد يحدث أن يتنازل المدعي عن دعوة حتى قبل رفعها إلى القضاء. هذا التنازل ينتج الآثار التي تنتج عن التنازل الذي يتم بعد رفع الدعوة، ومن ثم يمتنع على مثل هذا المدعي أن يطالب بحقه أمام القضاء. 2- من المدعى عليه بطلبات المدعي. إذا سلم المدعى عليه بطلبات المدعي كلها، فإنه لا يتبقى أمام القضاء شيء متنازع فيه يصلح محلا لقضائه موضوعا، ولذلك فإن المحكمة لا تستطيع في مثل هذه الحالة إلا أن تقضي بكون الخصومة منتهية. والقاعدة في هذا الشأن أن يسلم المدعى عليه بكل طلبات المدعي، فإذا سلم ببعضها فقط فإن الخصومة لا تعد منتهية بالنسبة للطلبات الباقية التي يجب على القاضي أن يفصل في موضوعها. نهاية الدرس الأول من الوحيد.